مركز تواصل لخدمة الأشقاء القطريين، كيف أقدر أخدمك؟ مركز التواصل لخدمة الأشقاء القطريين، ليش الأشقاء القطريين يبون منكم شيء يعني؟ حد طلب منكم شيء أنتم؟ حد طلب مساعدتكم إلى خدمتكم؟ إحنا الله يسلمك حاكمنا تميم غصب عنكم وعن اللي ما يرضى، ولا أنتم ولا عشرة من أمثالكم يبدلون تميم لنا. توكل على الله ولا تسهر واجد يعني عشان ما تضيع وقتك يعني. لا في شيء يا أخي؟ خلاص هذا اللي عندي، سمعت اللي عندي؟ شكرا. سلام عليكم. شكرا. يلا تسهل دخولكم اليوم، محفولين مكفولين على نفقة خادم الحرمين الشريفين. مطار الإحساء مفتوح لكم، مطار الدمام مفتوح لكم، حياكم الله وتأدون مناسك الحج والعمرة. ولكن خلني أسألك عن انطباعات الشعب القطري، أشقائك، جيرانك، الزملاء. كل ربعنا في السعودية، خوالي، عمالي، شيباننا. كلمة أريبي الله والدار الآخرة، إن الملك سلمان هو إمام أهل السنة بدون مجاملة، إمام أهل السنة والجماعة، وموقع العربية السعودية من الخليج موقع الرأس من الجسد، وهو إمام أهل السنة والجماعة بدون أي منازع، وفضله كثير، فضله وخيره كثير، وندل فإنما يدل على أصالته وأصالة الذي أسسه، وهذه بلاد التوحيد بدون مجاملة، هذه بلاد التوحيد. صرنا نكون معنا الأخ فهد العتيبي رئيس مركز سلوى للحديث أكثر حول جهات الحكومية ودورها. الأخوان والأشقاء في دولة قطر يثنون ويشكرون ويدعون لخادم الحرمين الشريفين، الله يطول في عمره ويحفظه، والاستعداد جميع الإدارات منها جمارك سلوى ومنها جوازات سلوى وجميع الإدارات الخدمية والأمنية في أتم الاستعداد، ونقول لهم يا مرحبا ومسهلا وحج مبرور وسعي مشكور، والله يطول في عمر خادم الحرمين الشريفين وليست غريبة عليه. يا أبو فهد شفت الغلا كله لك، يا كسب قلوب الشعوب